عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريب. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية حصول المعلم على البيانات بتاعته اللي هو الكود والباسورد الخاص بمنصة كوريو، المنصة اليابانية الخاصة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي. طيب، هنا فتحنا محرك البحث جوجل أهو تعالى، وأبدأ أكتب مثلا بيانات الموظف أو صحيفة أحوال الموظف. أول ما بكتب صحيفة أحوال المعلم أو الموظف بيروح جاي ظاهر لي دي اللي أنا عاوزها. emis.gov.eg تمام؟ نظام إدارة الموارد البشرية، بيانات المعلمين، هضغط عليها. حمل معايا، بيقول لي تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، اللي هو البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلمين اللي إحنا بنطبع من عليه صحيفة الحالة وندخل بيه الترجية وكل حاجة، تمام؟ هضغط عليها، بيقول لي هنا أعمل عملية التسجيل ساين إن، هتدخل طبعًا البريد الإلكتروني وبعدين نعمل نيكست وندخل الباسورد بتاعنا. مجرد ما دخلت البيانات بتاعتي البريد والباسورد قال لي اختار الصلاحيه، انت موظف او انا موظف بس انا معلم تمام. في طبعا اللي له بقى اللي هو الناس اللي بتبقى في المسؤوله في الاحصاء يكون لها ايه المدرسه، بيانات المدرسه وحاجات زي كده. انا موظف، هضغط على كلمه موظف خلاص كده. في حاله ان حضرتك معلم في المدارس الثانويه هيظهر البيانات بتاعتك عادي كالعادي فوق كده، وهنا ادي بيانات الصحيفه الحاله اللي احنا بنشتغل بيها او بنطبعها. وهنا ظهرت حاجة جديدة، هي المنصة اليابانية، عرض بيانات حساب المنصة، تدريب الذكاء الاصطناعي. تمام، يبقى أنا عاوز البيانات ديت، يبقى هضغط على إيه؟ عرض بيانات حساب المنصة. آدي البيانات بتاعتك. هنا مديني حاجتين، مديني الحاجة الأولى حساب منصة للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وحساب الإدارة. الإدارة اللي أنت هتقدر تغير كلمة المرور لو الشخص مثلا لو طالب عندي في الفصل حصل فيه عنده مشكلة ونسي كلمة المرور أو كده، حضرتك كمعلم هتقدر تغيرها له، هتقدر تتابع الطلاب بتوعك هم وصلوا لعند فين؟ في طالب اشتغل ولا ما اشتغلش؟ في طالب متقدم ولا إيه؟ هتبدأ تتابع الطلبة ومستوى تقدم الطلاب اللي أنت بتدرس لهم، تمام؟ أما حساب منصة تدريب الذكاء الاصطناعي هنا، فده علشان خاطر إن حضرتك تدخل على المنصة زي الطلبة كده وتبدأ تتعرف على المنصة، عشان وأنت داخل تشرح الأجزاء أو تساعدهم في الأجزاء تبقى حضرتك عارف الليفل اللي هم شغالين فيه او السيشن اللي هو شغال فيه او المقطع او الفصل الدراسي. احنا قلنا ان هو المفروض هيشتغلوا الترم الاولاني 17 فصل دراسي وشابتر، والترم الثاني هيكمل اللي هو ال 30 اللي هو ال 13 فصل، تمام كده؟ يبقى كده انت خدت البيانات بتاعتك، هتقدر تدخل على المنصه. انا هسيب لحضرتك في الفيديو اسفل الفيديو في الوصف او الديسكربشن فيديو ازاي ان احنا ندخل نتعامل مع المنصه ونحل الاسئله ونشوف المشاكل اللي احنا ممكن نتعرض لها ونحلها بطريقه ازاي، نتعامل مع الاسئله، نتعامل مع الاجابات، نتعامل مع الهنتس او التلميحات. طب لو انا مش عارف ازاي ابدا احل، طب لو انا غلطت مره، لو غلطت اثنين، ده كله هسيب الفيديو لحضرتك في الوصف او الديسكربشن. فيها بتاعت التدريب مديني هنا ثلاث حاجات، مديني رقم واحد الكود بتاعي، رقم اثنين الباسورد، بتضغط على المثلث الاحمر ده فبيبدا يظهره لك عشان هو مخفي، مديني النقط. الجانب الثالث اللي هو الرابط بتاع المنصات، ده الرابط بتاع المنصه عشان تعمله في اليو ار ال هنا فيبدا تدخل على المنصه، ده الرابط عشان تبقى ادمنستريتور او الاداره عشان تقدر تدير المنصه. يبقى كل واحد مديني الثلاث بيانات بتاعه، اللينك بتاعه، مديني اليوزر نيم، الباسورد، ابدا اشتغل بيهم، دخل بياناتك تقدر تشتغل عليهم من دلوقتي زي ما انت عاوز. تمام، اتمنى اذا عجبكم الفيديو ما تنساش اعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله.